بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، رحب بجميع الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات معنا في هذه المساحة، والتي هي بعنوان حجية أحاديث الأحاد، واللي يشرفنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس حفظه الله تعالى. في هذه المساحة نتحدث إن شاء الله تعالى عن قضية مهمة جدا، لأنها تتعلق بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة بعد القرآن الكريم، وهو مصدر السنة النبوية. هذا المصدر لا شك أنه عظيم جدا، يستمد عظمته من أنه مصدر لهذا الدين العظيم، ولأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا باتباعه من خلال طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واضحة، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فطاعته باتباع سنته. ومن هنا أتت أهمية هذا الموضوع. في البداية أذكر مقدمة سريعة قبل أن يتحدث شيخنا شيخ عثمان حفظه الله بأمرين سريعين. الأمر الأول، ما معنى حديث الآحاد؟ لأن كثير من الناس قد يمر عليه المصطلح لأول مرة، أو يمر عليه مصطلح ولكن لا يعرف معناه الدقيق. والنقطة الثانية، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ أولاً، الحديث الآحاد وحديث هذا التقسيم، تقسيم الأحاديث إلى أحاد ومتواتر، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم، بل مضى القرن الأول من الإسلام ولا يوجد هناك شيء يسمى أحاديث الآحاد. ثم بعد القرن الأول، في نهاية القرن الأول الهجري، ومع بروز أهل البدع كالمعتزلة ونحوهم، ظهر هذا التقسيم وقسموا الأحاديث إلى أحاديث متواترة وأحاديث آحاد، واستمر الأمر وتلقف هذا الأمر بعد ذلك عدد من الناس ودون في الكتب، وهو وإن كان مصدره في بداية أمره ونشوء أمره من أهل البدع، لكن من حيث الجملة صنفه العلماء في كتب الحديث على هذا الأساس، أحاديث متواترة وأحاديث آحاد، ولكن لم يأخذوا ما صنفه المبتدعة أو ما جعل علماء المبتدعة يصنفون لأجله، وهو قضية عدم العمل بأحاديث الآحاد. فأحاديث الآحاد هي باختصار شديد كل ما ليس من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة هي ما رواه جمع كبير جدا عن جمع كبير بما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب حتى نهاية السند. وهذه الأحاديث التي رواها جمع كبير عن جمع كبير، إذا أردنا أن نحصرها نجدها قليلة جدا، الأحاديث التي رويت بالتواتر جدا قليلة، وما عدا ذلك تسمى أحاديث الآحاد، سواء كانت أحاديث غريبة رواها في أحد طبقاتها فرد واحد، أو حديث عزيز،
أو حديث مشهور. هذا باختصار معنى أحاديث الآحاد والفرق بينه وبين التواتر. وهذا التقسيم كما قلت قبل قليل ليس معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأول من أظهره المعتزلة. وودي أن أنقل هنا نقل عن الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار لأهل الحديث، بعدما ذكر هذا التقسيم قال: وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منه بعض الفقهاء. انتهى كلامه. هذا هو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لماذا نتحدث عن حجية أخبار الآحاد؟ الآن هناك أناس في العالم منذ فترة طويلة لا يريدون التصريح برد الشريعة كاملة أو رد جزء منها، وهذا من قديم ليس أمرا جديدا. فعدم قدرتهم على التصريح برد الشريعة ألجأهم لمحاولة البحث عن مخارج يخرجون من خلالها عن هذا المأزق، ويريدون رد بعض الشريعة بمثل هذه الحجج. من هذه المخارج تقسيم السنة إلى تواتر وآحاد، ثم جعل الأحاديث التي سميت أحاديث آحاد غير ملزمة، ولا يعتقدون أنها ملزمة وأنها تكون خاضعة للمصالح، فإذا توافقت مع مصالحنا عملنا بها وإلا فلا. وبهذا الأمر هم يقولون نحن لا نرفض السنة ونحن لسنا ضد الشريعة، لكن جزء كبير من الشريعة اللي هو أحاديث الآحاد جعلوه غير حجة وغير ملزم العمل به. لذلك وجب بيان هذا الأمر، وبيان أن هذا التقسيم لا يعني أننا نهجر أحاديث الآحاد هذه وأنها غير ملزمة العمل وأنها ليست بحجة. فهذا الأمر وجب بيانه، وهذا إن شاء الله ما سيحدثنا عنه شيخنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في بيان حجية أحاديث الآحاد والأدلة على هذه الحجية. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نفتح بمشيئة الله باب السؤال والنقاش. من أراد أن يسأل أو يداخل في هذه الجزئية بحدود إن شاء الله ربع ساعة إلى نصف ساعة بالكثير بعد كلام الشيخ حفظه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه المساحة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. أشكر الدكتور مطلق حفظ الله تبارك وتعالى هذه المقدمة، وأشرع بالكلام عن موضوعنا الذي أردنا الخوض فيه حتى لا أخذ من أوقاتكم الشيء الكثير. فأقول ابتداء إن أعداء الإسلام من الطوائف والأمم التي قضى عليها الإسلام ونسخ دياناتهم، لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار منذ رأوا ذلك الانتشار السريع للإسلام وذلك الإقبال الشديد عليه من أبناء شعوبهم، ولذلك شرعوا في الكيد والمكر لهذا الدين وأهله. ولما كانت المجابهة المكشوفة لهذا الدين وكتابه الكريم غير ممكنة، لجأ هؤلاء الأعداء إلى حيلة أخرى، وهي التظاهر بالإسلام وإبطان خلافه، ثم أخذوا يثيرون الشبهات بين المسلمين، وقد وجهوا سهام شبهاتهم إلى السنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورواتها. والسنة لا شك هي الموضحة المفسرة والشارحة للقرآن الكريم، فالطعن فيها طعن في القرآن. وقد تركزت جهود هؤلاء الأعداء في محاربة السنة
في النقاط الآتية. الأولى رد السنة، وهؤلاء من يسمون بالقرآنيين. الثاني رد خبر الآحاد، وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم على هذا الرأي من أهل الكلام بشكل عام. الحالة الثالثة الطعن في الرواة، في رواة السنة، وهذا ما قام به الشيعة والخوارج وأمثالهم. إن السنة هي بيان للقرآن وشرح لأحكامه وتمام لتشريعاته، والسنة متى ثبتت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهي تشريع وهداية واجبة الاتباع. ومصادر التشريع الإسلام معروفة لدى المسلمين، محفوظة وموثوقة، ولا شك أن السنة المطهرة هي ثانية هذه المصادر بعد القرآن الكريم، إذ كان كتاب الله الكريم متضمنا للقواعد العامة في التشريع للأحكام الكلية في الغالب، وهذا لأنه خالد لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. والسنة الكريمة عنيت بشرح هذه القواعد وتثبيت تلك النظم وتفريغ ما في القرآن من أحكام وتوزيع الجزئيات على الكليات. ولقد تعرضت السنة حقيقة في القديم لهجمات من بعض الفرق المنحرفة لشبهات يعني طارئة لم تجد في نفوس أتباعها ما يدفعها. وفي العصر الحديث أيضا تعرضت السنة أيضا لهجمات من المستشرقين المتعصبين ومن أذنابهم من أبناء جلدتنا، وقد مني الإسلام حقيقة من قديم الزمان بأعداء لا ينامون يضمرون له الحقد ويحيكون المؤامرات لذهاب دولة الإسلام وسلطانه. وهؤلاء كما قلنا لم يتمكنوا من المجاهرة بالعداوة، فلجأوا إلى الدس والخديعة واتبعوا في ذلك وسائل متعددة، فحاولوا أن يشككوا المسلمين أولا في أساس دينهم وهو القرآن الكريم. فبعضهم شكك في تواتره، وشكك بعضهم في إعجازه، وشكك آخرون في سلامته من التناقض، وآخرون شككوا في ثبوته وأنه حرف وأنه نقص منه أو زيد فيه، إلى غير ذلك من الأمور. وحاولوا كذلك أن يشككوا المسلمين في الأصل الثاني وهو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذوا لذلك وسائل وأساليب كثيرة، فمنها التشكيك في ثبوتها، وهي الدعوة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا يجعلها مباركة علينا جميعا، في أنها آحاد وليست متواترة، وتارة عن طريق اختلاق الروايات التي تظهر الأحاديث مظهر السطحية ومخالفة الواقع أو العقل الصريح. وقد عنيت الأمة واهتمت بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة، ولم يعهد في أمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائهم وملوكهم وعظمائهم، لم يحفظوا لهم شيئا كما حفظ المسلمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد حفظ الصحابة القرآن وتدبروه وتفقهوا فيه وبلغوه كما أنزله الله إلى من جاء بعدهم من التابعين، والتابعون بلغوه إلى من جاء بعدهم، وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون في كل عصر إلى العصر الذي يليهم، وانضم إلى الحفظ والتلقي والمشافهة التقييد بالكتابة سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عصره، حتى وصل إلينا القرآن الكريم لا زيادة فيه ولا نقصان، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن السنة النبوية في التشريع الإسلامي لها مكانة عظيمة ولها أثر في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصور أئمة الاجتهاد واستقرار المذاهب الاجتهادية، مما جعل الفقه الإسلامي ثروة تشريعية لا مثيل لها في أي أمة من الأمم عدا الأمة الإسلامية. وسيبقى الإسلام كالطود الشامخ ترتد على سفوحه الرمال والأعاصير، لأن المعركة بين الإسلام وخصومه هي معركة بين الحق والهوى، بين العلم والجهل، بين النور والظلمة. ومن سنة الله
تبارك وتعالى أن ينتصر الحق دائما، كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فاطمئنوا، سنة الله ودينه محفوظ سبحانه وتعالى. ومن الملاحظ أن المسلمين المنخدعين بالمستشرقين وأعداء الإسلام لا يوقعهم في الفخ عادة إلا واحد من أمور أربعة: الأول جهلهم بالإسلام وعدم اطلاعهم عليه من ينابعه الصافية، ثانيا انخداعهم بالأسلوب العلمي المزعوم الذي يدعيه أولئك سواء كانوا من المستشرقين أو من أذنابهم، ثالثا رغبتهم في الشهرة والتحرر الفكري من ربقة التقليد كما يدعون، رابعا وقوعهم تحت تأثير أهواء وانحرافات فكرية لا يجدون مجال للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين الكاذبين. وأنا لا أعمم على جميع المستشرقين، ولكن هذا الكلام في جملتهم أكثرهم. السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير صلوات ربي وسلامه عليه. والله جل وعلا أمرنا باتباع السنة، والنبي أمرنا باتباع السنة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الأمر من الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وغيرها باتباع السنة يشعر المسلم أن السنة أمر مهم، وأنه لا يمكن أن يكون المسلم مسلما إذا لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها ويجعلها على العين والرأس. وأما من السنة النبوية فحديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقيل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن المقدام بن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا أيضا أخرجه أبو داود. وهذا الحديث دل على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية على صدق نبوته، إذ ظهرت هذه الفئة في القديم والحديث تدعو إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم وهدم أو الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغرضهم هدم نصف الدين أو إن شئتم أن تقولوا تقويض الدين كله. وقد بلغ من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا سببا لذلك، لأنه معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك ففعلنا مثلك. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذرا. أخرجها أبو داود. العقل كذلك يدل على حجية السنة، وذلك أن إنكار السنة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة، وهو يصادم الواقع. أحكام الشريعة إنما ثبت أكثرها بالسنة، وما في القرآن من أحكام فهي مجملة وقواعد كلية في الغالب، والتفصيل يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى: ونسأل قائل هذا القول الفاسد وهو الاحتجاج بالقرآن فقط، في أي قرآن وجد أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يتجنب فيه وقطع السارق وما يحرم من المآكل والمشارب وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وأحكام البيوع وبيان الربا وسائر أنواع الفقه. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في ذلك كله النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا بيان السنة لها لاستعجب علينا القرآن وتعذر فهمه وتدبره، وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقيقة. قال عمران بن حسين لرجل: أتجد في كتاب الله الظهر 4 ولا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. وقال الإمام أحمد: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عبادة بن الصامت في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال عبادة بن الصامت: أو يجعل الله لهن سبيلا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، أخرجه مسلم. وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يبين ما هي السرقة وما النصاب الذي يحد فيه السارق وما المراد بالأيدي ومن أي موضع يكون القطع، فبينت السنة كل ذلك. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لم يبين لمن هذا الحكم، فبينت السنة أن هذا الحكم للزاني غير المحصن. وقد اتفق العلماء على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال، يعني بيان للقرآن أو هي مستقلة بأحكام. قال ابن حزم رحمه الله: قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي ينقسم من الله إلى رسوله على قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجزا وهو القرآن الكريم، الثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله مراده منا. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه من قرآن أو سنة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو مدخلنا إلى الحديث معكم في الرد على من ينكرون حجية أخبار الآحاد من السنة، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فنحن نقول: لابد من احترام التخصص. وفي قضية وباء كورونا التي أسأل الله تبارك وتعالى يزيلها عن العالم كله، في قضية هذا الوباء لا يصدر الأوامر ولا يتكلم إلا منظمة الصحة العالمية،
والأطباء ومتخصص الأوبئة، وزارة الصحة عندنا في الكويت هنا صارت هي التي تقود البلد احتراما للتخصص. وقد تسمع أحدا يقول لك إن هذا الحديث حديث آحاد وأنا لا أقبله. هذا الكلام بدعة محدثة لم تكن موجودة. لقد ظلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محل تسليم وقبول عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من غير أن يفرقوا بين حديث آحاد أو غيره، فكانوا يعملون بالحديث الصحيح سواء كان آحادا أو متواترا، وكان شرطهم الوحيد في قبول الحديث والعمل به هو صحة الحديث فقط. ولكن أدى ظهور البدع في الاعتقاد وتأثر بعض المسلمين بالفلسفة وعلم الكلام إلى إعمال عقولهم وآرائهم وقدموها على كلام الله ورسوله، ولأن نصوص القرآن والسنة تبطل ما أحدثوا احتالوا لردها، فأولوا نصوص القرآن وصرفوها عن ظاهرها، ثم جاءوا إلى السنة ومنعوا الاستدلال بها في العقيدة بدعوى أن معظمها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن. هل تعلمون بارك الله فيكم أن حياتنا كلها أحد؟ زواجك وزواجك وزواج أبنائك وأبنائك وبناتك وبناتك كلها أحد، شاهدان والولي هذا أحد. لأن مشكلة الناس أنهم لا يعرفون ما هو الأحد. كما ذكر الدكتور مطلق حفظ الله تعالى كل ما لم يكن متواترا فهو أحد. طيب إذن نحتاج أن نعرف ما هو المتواتر حتى نعرف الأحد، لأن ما لم يكن متواترا فهو أحد. المتواتر قالوا ما رواه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتواطأ على الكذب وأن يكون مصدره الحس. أولا قولهم حديث متواتر حديث أحد هذه في حد ذاتها بدعة، لم يكن السلف يتكلمون في هذا الموضوع أحاديث أحد وأحاديث متواترة، هذا أولا. ثانيا لا يوجد تعريف متفق عليه للحديث المتواتر، عندما نأتي نقول ما رواه جمع عن جمع، جمع يعني كم، ما هو حد الجمع؟ بعضهم قال 7، بعضهم قال 10، بعضهم قال أقل، بعضهم قال أكثر، بعضهم قال بدون تحديد عدد، ما يدل على أن التعريف نفسه غير منضبط أصلا. وهي أصلا ليست من مسائل الحديث، هي من مسائل الأصول. مسألة حديث متواتر حديث أحد هذه من مسائل الأصول وليست من مسائل مصطلح الحديث، وإنما قال بها علماء الأصول عند تعارض الأدلة في باب تعارض الأدلة، يقول إذا صار تعارض بين الأدلة فهنا يقدم الأقوى في الدلالة أو في الثبوت. فهو ليس من علم الحديث أصلا حديث المتواتر حديث الأحد، وإنما هو من علم أصول الفقه. فإذا تعارض حديثان قالوا أيهما أقوى من حيث السند من حيث عدد الرواة، فاضطرهم هذا إلى أن يقولوا أحد ومتواتر، وهي كما قلنا بدعة من بدع أهل الاعتزال، وضعوها ليتخلصوا من الأحاديث التي لا توافق أهواءهم، لأن مشكلة هؤلاء أنهم يعتقدون ثم يستدلون، فهم اعتقدوا مسائل معينة ثم وجدوا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف معتقدهم، فأتوا بهذه البدعة وهي لا نقبل إلا حديثا متواترا، وهؤلاء ليسوا من أهل الحديث أصلا. وعندما تسألهم ما هي الأحاديث المتواترة يعجزون عن تفسير ذلك، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن عدد الأحاديث المتواترة وكيف السبيل إليها وكيف إثباتها. فالشاهد من هذا أننا إذا قلنا لا نقبل إلا المتواتر معناته لا نقبل شيئا. باختصار الأحاديث المتواترة لا تمثل 1% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ ولا تمثل 1% من سنة النبي
صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا أقبل إلا المتواتر يقول لا أقبل السنة إذن، لأنه يرفض 99% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما رواه واحد أحد، ما رواه اثنان أحد، ما رواه ثلاثة أحد، ما رواه أربعة أحد، ما رواه خمسة أحد، ما رواه ستة أحد، ما رواه سبعة أحد. بل وصل الأمر إلى أن بعض أهل العلم كابن الصلاح وابن حبان قالوا لا يوجد حديث متواتر أصلا بهذا التعريف الذي وضع، أن يرويه جمع عن جمع، وهذا الجمع عشرة أو سبعة، لا يوجد. واستثنى ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى حديثا واحدا، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع هذا عارضه غيره، قالوا حتى هذا الحديث يمكن لا يكون متواترا على تعريف أهل التواتر. فعندما يأتينا إنسان يقول أنا لا أقبل إلا المتواتر، هذا كلام سمج، كلام ضعيف. حياتنا كلها أحد كما قلت، زواجنا أحد، عقد بين الذي يملك وولي الأمر والزوج والزوج واثنين ثلاثة شهود وخلصنا، معناته زواجنا كله باطل إذا ما نقبل إلا المتواتر في حياتنا. بيعك وشراؤك أحد، بيعنا وشراؤنا كله أحد، تشتري من شخص وتبيعه وتبيع إلى شخص، يعني كم واحد بيحضر بيعك وشراءك؟ علمك الذي حصلته أحد، حصلته من دكتور ولا من شيخ أو من طالب من إنسان آخر أو من أبيك، علمك كل الذي عندك أحد، نسبك إلى أبيك أحد. من يقول إن هذا والدك؟ من يقول إن هذه أمك؟ أحد اللي حضروا الولادة أو حضروا عرسكم أو كذا، أحد. الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأمم، أحد. أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام وحده، أرسل هودا، أرسل صالحا، أرسل شعيبا، أرسل موسى وهارون مع بعض، أرسل عيسى وحده. بل يقول الله تبارك وتعالى عن أهل القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، بس أحد. هل معنى لو قال أولئك القول لأولئك الرسل أنتم أحد؟ من يقول إن الله قال هذا؟ هذا أحد، خبر أحد، نريد متواتر أن الله هو الذي أرسلكم، أحد. الدعاة الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الدين، أحد. أرسل معاذا إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، هو فقط يدعوهم، أحد. مصعب بن عمير أول ما أرسله النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أحد. عبد الله بن مكتوم، أحد. علي بن أبي طالب لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أحد. أبو موسى الأشعري أرسله النبي وحده، أحد. الدعاة اليوم الذين يدعون الله تبارك وتعالى، أحد. الدكاترة اللي درسونكم بالجامعة اللي علموكم، أحد. معنى هذا ما نقبله شيئا. ليش؟ يعني القضية ليست متوقفة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حياتنا كلها أحد. فإذا إنسان قال أنا لا أقبل إلا المتواتر، إذا لا تقبل إلا المتواتر في حياتك كلها، لماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تقبل فيها إلا المتواتر؟ والدين يحكي واقعنا، يقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهم فتذكر إحداهم الأخرى، اثنين أو ثلاثة، أحد. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران، بس آخران، بس اثنان أو اثنان، أحد. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. أكبر شهادة في الأحكام الشرعية شهادة الزنا. الله سبحانه يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، بس. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كل أحد. الآن لو سألنا واحدا أن يعرف لنا
الأحد والمتواتر مجرد تعريف من هؤلاء الذين ينكرون، والله يعجز عن ذلك، لأنه إذا عرف الأحد والمتواتر كأنه يقول لا أقبل شيئا من الدين ولا الدنيا أبدا. ونقول لهؤلاء الذين لا يقبلون إلا المتواتر، معناه أيها، ما ودي أقول السادة، أيها الناس، هذا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها أمهات المؤمنين كلها أحد الرسول وزوجته في البيت، إذن ترد كل هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الملوك وهذا يمشي معه حاشية وكذا ويحدث، لا لا، يمشي معه واحد، يمشي معه اثنان، يسمر مع أبي بكر، مع عمر، مع يسافر مع علي، يسافر مع عثمان، يسافر أصحابه الذين حوله أبدا. كل أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قصة هجرته أحد، جل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رويت بطريق الأحاد، صفة الصلاة التي نصليها أحاد، صفة الوضوء أحاد. فالذي يقول لا أريد الأحاد كأنه يقول لا أريد الإسلام، رد الأحاد رد للإسلام. ويكفيكم أن تعرفوا أن عدد الأحاديث المتواترة لا يصل إلى 50 حديث، لا يصل بأي حال من الأحوال. هناك من أوصله إلى 300، هناك من أوصله إلى 100، هناك من أوصله إلى 30، لكن في الجملة في الحسبة لا تتجاوز 50 حديثا. وأنا أتكلم عن المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي هو أن يكون اللفظ نفسه يعني متواتر، معنوي أحاديث شاملة في الدعاء، أحاديث شاملة في رفع اليدين، أحاديث شاملة في صفة الوضوء وهكذا. هم يقول الأحاد أن يرويه واحد، كيف أصدق واحدا؟ لا، الأحاد ما يرويه واحد، ما يرويه ثلاثة، ما يرويه خمسة، ما يرويه سبعة، كله عندهم أحاد، حتى يرويه عشرة. من أين نأتيكم بعشرة؟ يروون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد أحاديث الصحيحين بدون تكرار 2980 حديث، 2980 حديث. كم عدد الحديث المتواتر في الصحيحين؟ لا تتجاوز 20 حديثا، لا تتجاوز 20 حديثا. معنى هذا إيش؟ معنى هذا أن نلغي 2950 حديث، هذا في الصحيحين، اللذين أجمعت الأمة على قبول ما فيهما. حتى تعلموا أن المنكرين لأحاديث الأحد هم منكرون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الأحد ثلاثة أنواع: فرد مطلق ويسمى الغريب المطلق، والعزيز، والمشهور، والذي يقال عنه المستفيض. الفرد المطلق هذا هو الأحد، الفرد المطلق هذا قليل جدا جدا جدا. ومن أشهر أحاديث الأحاد اللي هي الفرد المطلق حديث الكل يقبله ولا يستطيع أحد أن يرده، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث أحاد فرد مطلق، لم يروه عن النبي إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم وهكذا. طيب العزيز جزم كثير من أهل أنه لا يوجد حديث عزيز. إذا ما الموجود إذا من الأحاديث المشهور اللي هو يرويه ثلاثة فأكثر؟ هذا أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرويه ثلاثة فأكثر، وهي ليست متواترة أحد، لكنها على العين والرأس. فلذلك دعوة أنه لا نقبل إلا الحديث المتواتر هذه دعوة باطلة، لا يجب أن يعمل بها. حديث إنما الأعمال بالنيات الذي لا يوجد مسلم حسب علمي يقبل يرفض هذا الحديث عليه نصف الدين، بل قال أهل العلم الدين في تشريعه يقوم على ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين ولا واحد منها متواتر، بل حديث إن أعمال البنيات حديث فرد مطلق، يعني أقل حديث من أحاديث الأحاد من حيث عدد الرواة، واحد يروي وهو على العين والرأس مقبول. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى
الصحيح أنواع، الحديث الصحيح أنواع، ما تواتر لفظه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ما تواتر معناه كأحاديث الشفاعة وحديث الرؤية وحديث الدعاء وحديث الحوض. يقول فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق، ويجزم بأنه صدق لأنه متواتر إما لفظا وإما معنى. ثلاثة، ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به والأمة لا تجتمع على ضلالة، وما تلقته الأمة بالقبول والتصديق فهو كجمهور أحاديث الصحيحين، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تابع لهم لأن إجماعهم معصوم ولا يجمعون على خطأ. هذه الحملة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أحاديث الآحاد وصلت في النهاية إلى أنهم يطعنون في أعظم كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهو صحيح البخاري، حتى إنه قال أحدهم، وقد أرسل لي أحدهم هذه المقالة لهذا الرجل، يقول هل حانت نهاية صحيح البخاري، يقصد أنه إذا رددنا أحاديث الآحاد انتهى صحيح البخاري. فنقول لهذا وأمثاله موتوا بغيظكم، والله سيبقى صحيح البخاري غصة في حلوقكم، وتذكروا قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والبخاري لم يأتي بحديث من قبل نفسه ويقول هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال هذه الأحاديث حدثني بها مشايخي فلان وفلان وفلان، ذكر أسماءهم، إلى مشايخهم إلى مشايخهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة عندما يقدمون صحيح البخاري إنما هو لإمامة الرجل نفسه ومكانته العلمية وعلو كعبه في هذا الفن ودقة اختياره للأحاديث التي وضعها في هذا الصحيح، حيث استغرق في تأليفه أكثر من 14 سنة. ثانيا، إن علماء الحديث لم يتلقوا الأحاديث من البخاري قبولا هكذا، بل بحثوا في هذه الأحاديث ودرسوها بعناية فائقة وعرضوها على المنهج العلمي الصحيح فشهدوا له بصحة اختياره، إجماع، وليس هو قول البخاري، إجماع. ثالثا، الأمة أجمعت على صحة كتاب البخاري، والأمة ليست أمة غبية تجتمع على أمر باطل. ثم جل إن يكون كل أحاديث البخاري لم ينفرد بروايتها، بل شاركوا في إخراجها كبار علماء الإسلام، فتجدها عند الترمذي، عند مسلم، عند أبي داود، عند النسائي، عند ابن ماجة، عند ابن خزيمة، عند ابن حبان، عند الطبراني، عند أحمد، عند الدارمي وغيرهم كثير من أهل العلم. وستظل هذه الأحاديث محفوظة بإذن الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أجمع العلماء على قبول صحيح البخاري وصحة ما فيه. ونقول لهؤلاء الأقزام الذين يتطاولون على شمس الأعلام البخاري الأشم رحمه الله تبارك وتعالى، نقول لهم صحيح إن أمتنا الإسلامية اليوم في وضع يرثى له، هي في مؤخرة الركب اليوم، فتن داخلية، فتن خارجية، فقر، حروب، جوع، دماء ودموع وغير ذلك، حتى صار يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وكما قال الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهوده. وهؤلاء الذين يتكلمون اليوم في رد أحاديث الآحاد يريدون رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلا أفضل طريق للشهرة، كما بال الرجل في ماء زمزم فقيل له ماذا أردت؟ قال أردت أن أدخل التاريخ، فهنيئا له دخوله التاريخ عن طريق بوله في ماء زمزم. أو هناك من يلعن سلف هذه الأمة الأخيار، أو يشكك في وجود الليل والنهار، أو يهجم على حديث سيد الأنام من صحيح البخاري ليرضي مجموعة من الطغام. فنقول إن دين الله محفوظ، وهذه الدعوة الباطلة أنه لا نقبل إلا الأحاديث المتواترة هو باختصار لا نقبل سنة النبي
صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. ومثل ما تفضل شيخنا في هذه الكلمات العظيمة النافعة، هذه البدعة، بدعة التفريق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقبل بعضا ونرد بعضا، يعني ليست بما ينطلي على الفطن المسلم. ويزول العجب من الهجمات التي يشنها المستشرقون وأعداء الإسلام إذا عرفنا أن هذا الأمر مدروس ومبيت بل ومعلن. فالكاتبة اليهودية شيرين بينارد، وهي كاتبة معروفة لها كتاب تكلمت فيه عن حالة المسلمين، اشتهر هذا الكتاب باسم تقرير مؤسسة راند، وهو مترجم للغة العربية ومنشور، ومنشور كذلك في موقعهم الرسمي لهذه المؤسسة اللي اسمها مؤسسة راند. تقول شيرا البينارد في كتابها في النسخة العربية المترجمة في صفحة 97 في فصل أسمته بحروب الحديث، تقول القرآن بوصفه الكتاب المقدس هو بوجه عام وإن لم يكن عند كل الناس فوق الانتقاد، ومع ذلك فهناك موضوعات كثيرة إلى آخره. يعني هي تريد أن تقول نحن لا نستطيع أن نتكلم في القرآن لأن عند عموم المسلمين هو فوق الانتقاد. ثم قالت وباستطاعتنا أن نطلق على هذا الصراع اللي هو الصراع اللي تريد أن يكون بينها وبين المسلمين الأيديولوجي باسم صراع أو باسم حروب الحديث، ويمكننا استخدام الحديث للدفاع عن قيم المجتمع المدني والديمقراطية، وهذا هو التوجه. ولا زال الكلام لها، وهذا كلام يعني معلن وليس بسر، يمكننا استخدام الحديث للدفاع عن قيم المجتمع المدني والديمقراطية. طبعا لما تقول قيم المجتمع المدني والديمقراطية يعني الأمور المخالفة للشريعة يسمونها قيم المجتمع المدني والديمقراطية. تقول هذه اليهودية وهذا هو التوجه الذي تدارسناه أصلا في المرحلة البحثية من هذه الدراسة. ثم قالت بعد ذلك وإلى أن يتسنى، هي تريد هدم السنة، قالت وإلى أن يتسنى إنجاز ما سلف ينبغي تشكيل لجنة نقض الحديث لأجل من يطمحون لمجتمعات أكثر تسامحا تقوم على المساواة والديمقراطية، وهؤلاء الذين ينشدون تغييرات غير إسلامية إنه لمن الميسور حشد البراهين الضرورية لدعم الإصلاح والليبرالية إلى آخر كلامها. يعني هذه اليهودية تقول وتوجه رسالة للناس إذا أردتم أن تطعنوا في الدين وفي الإسلام ما راح تستطيعون أن تدخلوا من بوابة القرآن لأنه لا زال فوق الانتقاد عند عامة الناس، وادخلوا من بوابة السنة وشككوا الناس فيها وقسموها إلى سنة تقبل وسنة لا تقبل، ويأتي المعيار في القبول وعدمه هو النظرة الغربية. هذا هو المعيار الذي تريده وتؤصله هذه اليهودية وتريد أن تطرحه في أوساط المسلمين، لكن نقول هيهات هيهات، فالمسلمون بفضل الله عز وجل فطنون لهذه الألاعيب. طيب نستأذنكم شيخنا نأخذ بعض المداخلات والأسئلة. طيب اللي وده يسأل ما شاء الله اللي رافعين أيديهم عدد، ولكن نحاول نأخذ اللي يتيسر. دكتور مشاري دليمي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشايخنا الفاضل الله يبارك فيكم، مداخلتي ليست كلاما علميا، ما كان لي أن أقدم بين يديكم، وأفضل مشايخ الله يبارك فيهم في الكلام العلمي، ولكن
من الغريب أن يبحث المسلم عن حجية خبر الأحد، لأن المتوقع من المسلم الذي يشهد ويقر ويؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول من عند الله سبحانه وتعالى يبلغ عن رب العزة والجلال، المفترض فيه والمتوقع منه أن يتقصى ويبحث ويحرص عن أدنى كلمة وأدنى فعل وأدنى صفة تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بالنهاية وفي مجمل الأمر هي بلاغ عن الله سبحانه وتعالى في تبيين هذه الشريحة، في هذه الشريعة السمحة الغرة. ولذلك من الخطأ ومن المبالغة في الفكر والعياذ بالله أن يبحث الإنسان عن هذه الحجية بدل أن يجتهد في معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مداخلتي، وصلى الله عز وجل أن يحفظ الخير. أحبكم في الله جميعا مشايخنا الكرام والأفاضل، وأدمتم بخير بإذن الله. جزاك الله خير شيخ مشايخ. طيب ناخذ الأخ نواف بن حماد الجمعة، تفضل. تفضل يا أخ نواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. شيخ الله مساءك الدكتور تاج روسنا عثمان الخميس، الله يرفع قدرك يرحم والديك، كذلك الدكتور مطلق الله يرفع قدرك ويرحم والديكم ويجزاكم خير، رجال ما تخونون في ميزان حسناتكم يا رب. دكتور مطلق، والله ما نجرؤ أن نتكلم قدامكم الله يرفع قدركم الشيخ خميس، لكن ملاحظات بسيطة. ما يسمون نفسهم بالقرآنيون، ولكن احنا نسميهم الكذابون. نقول نستوحي كل تعاليمنا من القرآن، والشيخ دكتور عثمان الخميس ما قصر، فاد واجاد في الموضوع هذا، لكنهم يقول حنا ناخذ فقط أحكامنا من القرآن. لو سألناهم عن الصلاة وهذه يقول حنا ناخذها من أبي وأبك، واحد من الردود الغبية اللي كانوا يردونها، وواحد يقول ناخذها من فيلم الرسالة، واحد يقول والله ناخذها من الحرم، نشوف أمة الحرم زين، أمة الحرم منين أخذوها؟ أبوك أبوي منين أخذوها؟ متواتر سنة متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يبغون يضربون السنة ويضربوا السنة من باب أولى أنهم ضربوا القرآن الكريم. هم إسقاطاتهم على نفس المستعان. من ضمن تأويلاتهم المضحك الله المستعان، في أحد الهالكين المعروف يقول أن والفجر، آية والفجر، كلمة الفجر هذه ما تدل على الفجر المعروف، لا تدل على الانفجار الكبير. هذا من ضمن التأويلات اللي يبون يسيرون القرآن على مزاجهم. ومن ضمن تأويلاتهم الفاسدة بقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقف عند الآية هذه وما كمل، ما كمل ما بعدها. فإيش استنبط الهالك من هذه الآية؟ يقول يجوز للمرأة الغير متزوجة أن تزني وتحمل لكي يبرها ابنها من غير زواج، الله المستعان. يعني هم فكرهم الأساسي أنهم يؤولون القرآن على ما يتوافق مع أهوائهم. الله يرحم والديك، الله يرفع قدركم، يجعل ما تقومون في ميزان حسناتكم. آسف. أنا أطلب، الله يجزاكم خير جميعا، أطلب من الأخوة أن يكون تكون المداخلة سؤال سريع للشيخ، ويكون يعني وقت قصير حتى يتسنى لنا أخذ أكبر قدر ممكن من المداخلات. الأخ محمد آكرمان، تفضل. أخ محمد، دون في خلل عنده في. طيب أخ فارس العجمي، شيخ فارس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. يا الله بارك الله فيكم وكثر الله لكم وكثر الله من أمثالكم. والحقيقة مثل هذه الندوات وهذه اللقاءات حسنة، وأرجو يعني منكم تكرر يعني معاودتها وتكرارها لتثبيت هذه المعاني الجليلة في نفوس المستمعين، ليعرفوا أن أهل السنة والجماعة حينما تكلموا بمثل هذا الكلام إنما تكلموا من جهة الكتاب وجهة السنة وجهة الشريعة، وأن دلائلهم على ذلك من جهة العقل والنقل
كما أفاد الشيخ عثمان جزاه الله خيرا، أنا أريد سأختصر لأن أعرف أن المداخلين كثر، لكن هناك نقطة مركزية مهمة جدا أنا أحب أن أنبه عليها دائما، وهي أن هؤلاء المعاصرين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتجون بها ولا يرفضونها ولا يقبلونها، غالبا يوهمون الناس أن لهم سلف من بعض الطوائف الإسلامية المنحرفة عن الحق كالمعتزلة الذين بيّن الشيخ عثمان جزاه الله خيراً الرد عليه. لكن الحقيقة المرة بالنسبة إلى هؤلاء أن المعتزلة هؤلاء وإن كنا نخالفهم ونخطئهم في كلامهم هذا الذي يقولونه، إلا أنهم حتى هؤلاء المعتزلة لا يوافقونهم على كلامهم، حتى هؤلاء المعتزلة لا يوافقونهم على كلامهم ولا يقولون بقولهم، يعني حتى المعتزلة مع غلطهم وبدعتهم فيما ذكروا هم لا يقولون بقول هؤلاء بل يردون قول هؤلاء. ولذلك مثلا إذا نظرنا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد الكلام على الطوائف جملة يقول: وليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول لا أقر بما أخبر به الرسول، بل كل مسلم يقول إن ما أخبر به الرسول فهو حق يجب التصديق به. هذا عامة أهل الإسلام، هذا مقتضى الركن الثاني أو لنقل الجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، ركن شهادة أن محمد رسول الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر أو فيما أخبر وطاعته فيما أمر، هذا أصل عند عموم المسلمين. غالب هؤلاء يتشبثون بقول النظام المعتزلي، النظام المعتزلي فيما حكت المعتزلة عنه أنه يقول خبر الواحد يفيد العلم، طبعا بعضهم يعني يقيد كلامه بمسألة القرائن. أنتم لا نسب لكم حتى داخل المعتزلة، نحن وإن خالفنا المعتزلة ورأينا أن قولهم بدعة وضلال، ولا شك أن قول المعتزلة بدعة وضلال، إلا أنكم أنتم في غاية البعد حتى عن هؤلاء الذين أبطلنا قولهم بدلائل المعقول والمنقول. هؤلاء لا نسب لهم في التراث، لا صلة لهم، هؤلاء مسخ الحقيقة. يعني أنا لا أعرف هذه الأقوال، يعني لما شاع بين الناس نسبتهم إلى بعض هذه الطوائف. المعتزلة هؤلاء وإن كانوا عندهم من الخطأ والضلال ونحو ذلك، كانت يعني تجدهم على هذه المذاهب الفقهية المعتبرة، مثلا القاضي عبد الجبار هو أشهر رجالات المعتزلة وقاضي القضاة والملقب عندهم بقاضي القضاة، هذا الرجل كان شافعي المذهب، والإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة من أعظم من انتصر لحجية السنة ولوجوب اتباع السنة سواء كانت متواترة أو أحادة. أترى القاضي عبد الجبار لو كان لا يؤمن بالسنة كما يفعل هؤلاء الذين يعبثون بشريعة الله، أتراه لو كان مثل هؤلاء سيكون شافعيا؟ لن يكون شافعيا ولن يعمل بهذه الأمور. لن نطيل في هذه القضية وفي النقولات من كتب حتى المعتزلة التي تنصص على هذا الأصل، على جملة هذا الأصل، وإن كانوا أخطأوا في مسألة خبر الأحاد ومجال عمله في العقائد ونحو ذلك. لا أريد أن أطيل بالنقل لأن الوقت ضيق، لكن أنا أريد فقط أركز على هذه النقطة المنهجية المركزية، أن هؤلاء لا نسب لهم في التراث الإسلامي، لا وجود لكم، هذا لابد أن يفهم واضحا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب الأخ فهد الغامدي، الأخ فهد الغامدي، الأخ فهد فهد الغامدي تسمعنا؟ طيب الأخت الأخ فهد معنا؟ طيب الأخت زهرة التشريم، الأخت زهرة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس عايزة أقول للشيخ عثمان يعني إن يعني أنا بحبه جدا ودايما متابعية من زمان، أنا من مصر، وجزا الله كل خير. أنا عندي سؤال، إحنا ليه عندنا في مصر للأسف يعني يؤسفني ان انا اقول كده، انا اسفه مره تانية، بس ليه عندنا في مصر بقى شكل الالحاد كتير جدا،
يعني أحس إنه الإسلام واخد شكل تاني وزاوية تانية وتفكير تاني، ابتدى تطلع أفكار جديدة ما كانتش متواجدة عندنا في مصر من قبل، وكأن يعني مش عايزة يعني أقول اتهام يعني من وجهة نظري من تفكيري، بس وكأن إنه عايزين ده يكون اللي حاصل، يعني أكتر من قضية في الفترة الأخيرة كانت متواجدة عندنا. مثلاً في كاتب اسمه إبراهيم عيسى، هو الكاتب. تسمحين لي أخت زهرة عشان الوقت، بس النقطة واضحة، شاكر لك الله يجزاك خير. شكراً. شكراً. الأخ فهد. يا اخوان نريد ان نستفيد من الشيخ، اذا احد عنده سؤال. والله دكتور يا ريت تعطيني فرصه اعلق ونختم، اذا الوقت تاخر. تفضل شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اريد ان ابين نقطه مهمه جدا، وهي ان الذين ينكرون احاديث الاحاد لابد ان ننتبه لقضيه مهمه جدا، انهم يعرفون الاحاد بانه يريه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وهذا كذب منهم. وقلنا أن الأحاد هو ما لم يكن متواتر، حتى لو رواه سبعة أو ثمانية عن ثمانية عن ثمانية عن ثمانية عندهم أن هذا أحاد، هذا بتعريف الأحاد الحقيقي. أما هم فيريدون أن يلبسوا على الناس أن أحاديث الأحاد يتكلم عنها أهل العلم هي الأحاد اللي يرويها عن واحد، وهذا كذب وزور وبهتان، وقلنا هذه أحاديث قليلة جدا جدا جدا. الأمر الثاني بالنسبة للأخ فارس العجمي، جزاك الله خير على تنبيهك، فعلا المعتزل لا يردون أحاديث الأحاد مطلق، خاصة في الفقه والعقيدة، حتى في العقيدة، ليس في كل العقيدة، وإنما في الأمور الغيبية فقط هم الذين يتكلمون فيها في أحاديث الأحاد. ولذلك أهل السنة لم يكفروهم وإنما بدعوهم، بينما هؤلاء الذين هم اليوم يردون الأحاديث الأحاد مطلقا هؤلاء كفار، ليسوا مسلمين قطعا. ففرق كبير جدا بين المعتزلة وبين هؤلاء. وذلك هو كما قال حفظه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يعني ليس لهم سلف في الأمة الإسلامية، بل هم عار على الإسلام، وليسوا من المسلمين أصلا الذين يردون أحاديث الأحادي مطلقا. وبالنسبة للأخ زهرة، نقول نعم ظاهرة الإلحاد الآن بسبب جهل كثير من الناس ووجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال وسماع بعض كلمات المنحرفين والملبسين على الناس دينهم، وهو يكون شابا صغيرا أو شابة صغيرة فيتأثر من هذا الكلام. وذلك هذا واجب أولياء الأمور أن يحذروا أولادهم من السماع لكل أحد، خاصة أنه غض طري لا علم له. هذا عدا أنه تعليم الأولاد من الصغار التوحيد وتفهيمهم إياه وحملهم عليه، هذا شيء مهم جدا، والله المستعان. جزاك الله خير.